عندكم شي تيشرت غامقة وما بقى عايزينها؟ لا قول لتنعرف شو فينا نعمل فيها. أنا نقيت تيشرت لونها كحلة لاختبارنا اليوم. هذا الاختبار أنا كتير محمس أعمله. الأغراض اللي عايزينه هن مقص، عايزين مرشف فيها شوية مي، عايزين قنينة كلور، ورقة كرتونة وقلم رصاص، عايزين كمان كرتونة تانية بهذا الحجم، وأكيد تيشرت لونها غامق. أول شي بنعمله رح ناخذ الكرتونة ونقص منها شقفة بهذه الطريقة. بعدين نطوي الكرتونة بالنص بهذا الشكل. وبنرسم عليها أي شكل بدنا إياه، أنا رح أرسم قلب. هلا بناخذ المرشة تبعنا بنعبيها شوية مي وبنحط بقلبها، بنعبي النص الثاني كلور. ثاني شيء بنعمله بناخذ التيشيرت نقيناها. انتو فيكم يا اصحاب تنقوا حيالا لون بتحبوه، بس كثير مهم يكون لون غامق طالما نرش كلور عليه يبين بشكل كتير اوضح واحلى. هلا هون بدي اياكم تركزوا معي كتير منيح. فينا يا ناخد القلب اللي قصيناه ونرش حواليه كلور، او فينا ناخد الورقه اللي قصينا منها القلب ونحطها ونرش بقلبها. انتوا اللي بتحبوا تعملوه اعملوه واللي بيريحكم اكيد. انا رح اخد القلب اللي قصيته رح احطه بالنص. ما تنسوا الكرتون اللي حطيتها جوات التيشيرت تكرمال لما رش كلور ما يطلع من تحت كمان وما يعلم من تحت. برجع باخد السبراي تبعي وبرش بهيدي الطريقة. ومثل ما عم تلاحظوا يا اصحابي بلش يتغير لون التيشيرت شوي شوي، ولما نشيل الورقة بيطلع عنا هذا الشكل. من بعد ما خلصنا اول ميله نقلب التيشيرت تبعنا على تاني ميل، بنعمل نفس الشيء بس هالمره رح اخذ الورقه اللي اصلا قصيت منها القلب. رح احط القلب على التيشيرت بهيدي الطريقه، وبانتباه كتير رح بلش رش. يا اصحابي دائما تاكدوا انه حدا كبير عم بيساعدكم تما تاذوا حالكم بشي طريقه معينه. مثل ما شفتوا يا اصحابي بلش لون التيشيرت يتغير. بهالطريقه بنكون استفدنا من التيشيرتس القدام اللي عنا وبنرجع نلبسهم وعملنا عليهم شكل كتير حلو. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الاختبار لليوم. انا بودعكم بلاقيكم بحلقه جديده واختبار جديد من ريوز مع زوز. باي.